السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالمركز الجهوي للتدريبات في ميدان كرة القدم، مركز تاع لاكاف، واللي بموجب برنامج يعني تقرر في عهد رئيس الفاف زتشي بإنشاء مدارس ولا مراكز في كرة القدم في عدة ولايات، منها عين صفرة وتلمسان وكذلك سيدي بلعباس. وهذا هو المركز تاع سيدي بلعباس، وفي تيزي وزو، وفي سوقها راس ولا قالمة أظن. إذن كل هذه المراكز راح يقيد الإنشاء، وهذا المركز هذا عرف تأخر كبير، لأنه كان من بين المراكز الأولى التي تم يعني الانطلاق بها الأشغال. وراح يظهر أنه بعد ما يعني قرب الانتهاء راح في مرحلة سوبات. إن شاء الله المراكز هذه تفتح، خاصة وأؤكدها وهذا الشيء مهم جدا، أن هذه المراكز تفتح للشباب لتطوير المهارات نتاعهم، ومش بالضرورة باش نفورميو يعني دي سوبر ستار كيما محرز ولا ماجر. المهم ان الشباب يلقوا اماكن باش يطوروا المهارات تاعهم ويمارسوا الرياضه تاع اللي يحبوها. وبالمناسبه هي هنا المراكز هذه مخصصه في كره القدم، لابد هذه المراكز تفتح للشباب ونطوروا الرياضه على المستوى الوطني قبل ما نتفكر في انتاج نخبه عالميه. ولازم نبسط الامور باش يعني تسهل المهمة للشباب هذه للولوج لهذه المراكز، وما تبقاش مغلقة ولا تبقى تديروا معايير نتاع معايير خاصة وصعبة للشباب هذا. ولازم هذه الفضاءات تاع الرياضة تكون يعني رياضة تاع، حتى ولو تكون رياضة تاع هواة، لكن معليش ممارسة رياضية مليحة. ولازم نسهل الأمور للشباب في هذا الميدان. والسلام عليكم.